صلوا على محمد وآل محمد. Yeah.
اللهم ارزقنا يا رب العالمين. وبالهلالك يا رب تجاذبتها الثريا فهي شماء وحي فيها يا إماما الإمام عليه السلام يقف على المنبر بنفسه يسأل الإمام
يسأل الإمام الرضا عليه السلام، يقول له: يا ابن رسول الله، من الإمام من بعد من نقلده أمر ديننا؟ وإذا به يجيب، قال له: أجلست أبا جعفر، يعني بذلك الجواب الله عليه، أجلست أبا جعفر مجلسي وصيرت له مكاني، يعني من الإمام، أجلسه من الإمامة وصيره مكانه من الإمام. أبو جعفر الثاني هو الإمام الجواد عليه السلام، يميز الثاني عن أبي جعفر الأول وهو الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. ولما انقدح لعله في نفسية معمر بن خلاد أنه كيف يكون هذا هو الإمام من بعده، وأن الإمام الرضا عليه السلام أخبر بأنه سيمضي لله قريبا، سيفل على الله قريبا، والجواد بعد في هذه السن اليسيرة، يعني سن الإمام الجواد ذاك اليوم مش كم سن؟ 7 سنوات أو 6 سنين وأشهر، هو الذي تسلم منصب الإمامة صغيرا سلام الله عليه. فربما صار عندها التساؤل هذا، شلون هذا بهذا السن يصبح هو الإمام حلوه صغير؟ الإمام أراد أن يميط عنه هذا التصور، هذا الشيء، هي ترى الصغر والكبار ينفع عند غيرنا ليس عندنا، احنا ميزنا الله بمميزات لا يؤثر فيها العمر، العمر يؤثر عند سائر الناس، سائر الناس يتأثرون بماذا؟ يتأثرون بالعمر، حتى المراحل العلمية لما يريد أن يطويها لابد أن تستهلك منه مقدارا من السنين، صح؟ سأفرض يعني هاي العلوم اللي سواء دينية أو دنيوية، سأنا أتطور في العلوم، أخذ اليوم دبلوم بكره ماستر بعد دكتوراه، هاي ما يحتاج وقت من عمري، لا إشكال يحتاج وقت. كذلك العلوم الدينية، أنا اليوم مراهق على الاجتهاد، بكره مجتهد، بعد بكره فقيه، اللي بعده مرجع، سن هذا يستهلك من عمره لو لا؟ طبعا يستهلك، بس الإمام لا. الإمام إمام وهو في بطن أمه، كما أن النبي نبي وهو في بطن أمه، ما يحتاج إلى هذا كله، كل هذا ما يحتاج إلى هذا، الله يلقي في روعه، ولذلك شهد بهذا حتى أعداؤهم، كبيرهم لا يلقى، صغيرهم جمرة لا تلاس، بهذا المستوى كان. فجاء يعرف الإمام بهذا عليه السلام بالفعل، وإذا بالإمام الجواد سلام الله عليه هو معجزة الإمامة المبكرة، معجزة من أعظم المعاجز في تكوينه، في أخلاقه، في استعداده صلوات الله وسلامه عليه. نحاول شوية نمر على بعض الورقات من سيرة الإمام عليه السلام. أول ما نمر به اللقب، اللقب هو الجواد، والحال هذا مو بس اللقب الشرف، هو اللقب الوحيد للإمام عليه السلام. ما عندنا 6 7 ألقاب، بس هذا الأشهر، هذا الأشهر من ألقاب الإمام، لما يذكر بالجواد. ليش سمي بالجواد؟ لأمرين، أكو سبب غيبي إلهي وأكو سبب واقعي أرضي. السبب الغيبي أن الله أتحفهم بهذه الأسماء، الله جل وعلا
من ضمن ما ميز به أهل البيت عليهم السلام ميزهم بماذا؟ بهذه الأسماء، أن أسماءهم نازلة من السماء، أن أسماءهم جاية من الله. وهذا واضح من خلال ماذا؟ خلال الروايات، أنه الله تعالى أخبر النبي بأسمائهم واحدا بعد واحد. هذا موجود في تراث أهل البيت، الرواية مثلا اللي يرويها جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، يقول: دخلت على فاطمة الزهراء سلام الله عليها في بعض الأيام لأسلم عليها، وإذا بها تقول: يا جابر، هل أتحفك بشيء؟ قال: بلى، حبا وكرامة يا بنت رسول الله. يقول: فأتت إلي بشيء قد غطته بقماشة، أماطت القماشة عنه وإذا هو لوح زبرجد أخضر. الرواية موجودة بالكامل. يقول: أماطت القماش، نظرت إليه وإذا فيه أسماء تتلألأ. قالت: يا جابر، هذا اللوح نزل علينا من السماء، تحفة من الله. هذا اللوح نزل علينا من السماء، اقرأ هذه الأسماء التي نقشت عليه، فإنها أسماء أوليائي. فاطمة تقول له، يقول: فقرأتها، نظرت لها وإذا بها أسماء وأحرف تتلألأ يشع منها النور والضياء. يقول: قرأت وإذا بها أسماء الأئمة الاثني عشر، أولهم علي، آخرهم المهدي المنتظر من آل محمد. فهذا السبب شنو؟ هذا السبب الغيبي، يعني كل إمام يعلم بتسمية الإمام الذي يأتي من بعده بأمر من؟ بأمر الله تعالى يسميه بحسب الصحيفة النازلة أو لوح الزبرجد الآخر. ولذلك تتلاقوهم بزيارة الجامعة عشان يقول: ما أحلى أسماءكم، لأنها جاءت من الله ودللت على فضلهم، وتعبدنا الله بأن نناديهم بهذه الأسماء التي نزلت من السماء، ولا بد أن نتأمل فيها لأنها من الأدلة على عظمتهم وعلى ما خصهم الله به دون غيرهم من البشر، دون غيرهم من الناس. هذا السبب الغيب الإلهي. أكو سبب آخر لتسمية الجواد، وماذا ما عرف به هو بين الناس من جوده وسخائه وكرمه، كان معروف الإمام بها. وهذا ما يعني، يعني أنت لما تقول الإمام الجواد جواد، ما يعني الرضا منه جواد، ما يعني الكرم منه جواد. ولما تقول علي بن موسى رضا، ما يعني أن الجواد ليس برضا والكاظم ليس برضا، لا. كلهم كذلك يقول العلماء: إثبات الشيء لا يعني نفي ما عداه، بس هو في صدد بيان ماذا؟ وصف أحد معين، ويختص الوصف به، لا يعني أنك لا تعترف به لغيره، بس أنت في مقام توصيف فلان فيكون الارتجاز عليه. وطبيعة الضرب اللي يعيش من؟ اللي يعيش الإمام يبرز صفة من صفاته تكون هي الأظهر بحسب الظرف، بحسب الواقع الذي يعيشه الإمام صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فالإمام عرف بسخائه، بجوده، كان معروف بهذا أنه ما قصده أحد في حاجة فرد، لا يرد أحدا، لا يرد أحدا خائبا بحال، يعطي ويعطي بلا حدود. هو الذي كان يقول ذلك، يقول: ثلاث يبلغن بالعبد رضوان الله جل وعلا، من أقوال الإمام الجواد سلام الله عليه.
ما هي الأمور التي تبلغ بالعبد رضوان الله؟ كل واحد ينشد رضوان الله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا رضوان الله. زين، شنو الخطوات اللي تأخذ الإنسان إلى رضوان الله تعالى؟ يقول الإمام الجواد: كثرة الاستغفار. ستقول: أستغفر الله ربي وأتوب إليه، بس قولا صادقا. سيكون بعض يستغفر الله بس ما له علاقة بالاستغفار، يبوق ويستغفر، يشرب خمر ويستغفر، يمدح الظالم ويستغفر. هاي يسمونها ملعبة، ما يسمونها استغفار. يسمونها ملعبة. الاستغفار أن يجدد الإنسان بيعة وتوبة مع الله تعالى. هذه هي في حقيقة الاستغفار، هذه هي حقيقته. فيقول: ثلاث يبلغن بالعبد رضوان الله: كثرة الاستغفار، ولين الجانب. لين الجانب يعني شنو؟ صباح نصر أخلاقه شوي زينة ويا غرادي وبين الناس. أي معنى أنت لين الجانب؟ اللي أدب الله به رسوله صلى الله عليه وآله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يكون الإنسان مو الناس جاي تخاف منه ومن لسانه ومن طبيعته ومن أعماله، لا، تأمنه الناس، تأمنه الناس. المسلم من سلم المسلمون لسانه ويده. هاي يسمونه لين الجانب. الثالث يقول شنو؟ وضع شاهد: وكثرة الصدقة. كثرة الصدقة هي تبلغ بالإنسان رضوان الله، لأنه يغيث بها الملهوف ويعين بها الفقير. الإمام كان ينظر إلى هالمعنى هذا. وكثيرا ما كان يغيث الملهوفين والمحرومين سلام الله عليهم، ويبتدئهم بذلك. يقولون: يوم من الأيام جاءه بعض الشبان من الهاشميين، دخل عليه وقاعد في حالة من الضجة. هذا الشاب الهاشمي التفت له الإمام: يلا شبيك؟ حطيتك على خدك، شنو القصة؟ قال: يا ابن رسول الله، إني أحب جارية بس لا أمتلك ثمن شرائها. أحب جارية وأريد أخذها أتزوجها، بس ما عندي شنو؟ ما عندي الثمن الذي أشتري أمتاع به الجارية. سكت الإمام سلام الله عليه، فطلع ورش كم يوم، رجع وإذا به في حالة من الضجر أكبر. قعد عند الإمام، الإمام قال له: شبيك؟ قال: يا ابن رسول الله، مصيبة كبيرة. قال له: شنو؟ قال: بيعت الجارية. قبل أروح أشوفها الآن، حتى شنو؟ ما أقدر حتى أشوفها. بيعت، إذا كنت أؤمل أن أشتريها في يوم من الأيام وتصير عندي أموال، الآن شنو؟ بيعت. راحت تتبسم الإمام سلام الله عليه، يعني قال: يا ابن رسول الله، أنا في مصابي وأنت تضحك علي. الإمام مبتسم سلام الله عليه، يعني كلا على رسله. قم معي. قال: وين أروح يا ابن رسول الله؟ قال: قم معي، أنت ما راح تخسر شيء. قام مع الإمام، خرج معه، جاء يمشي نحو الضياع عند البساتين. يقول الشاب نفسه، يقول: فأدخلني الإمام بستانا فدخلت إليه. تدخلني بستان ولا وياه؟ نظرت إلى بيت في وسط البستان، فتح الإمام الباب، دخل صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بالجارية وراء الباب. وإذا الجارية وراء الباب، قال: أهذه التي تريدها؟ أي الغيرة؟ يقول: أنا بعد استحيت، نزلت رأسي على الأرض. قال الإمام: أسألك أنا، هاي هي لو غيرها؟ قال: هي ابن رسول الله. قال: لقد أخذت لك الجارية، أنا اللي اشتريتها. أخذت لك الجارية وأخذت لك واشتريت لك البيت واشتريت لك البستان. إيش فيها الدنيا معه؟ وإذا به ماذا؟ يفتح بيتا لشاب مؤمن.
أي علمنا ترى شوية اللي ممكن يتمكن أنه يسعد المؤمنين بهذا، يفتح كل بيت، يستطيع ماذا؟ أن يمنع شهوة إنسان شاب مؤمن عن أن تأخذ طريقا منحرفا يأتي يأخذ بها بطريقها الطبيعي، بطريقها الذي يريده الله. فهو شنو؟ هو يكون أحد الوسائل في ماذا؟ في علاج الأمور بالمجتمع. سمو يسيب الناس وسيب الشبان وما يخرج حق الله، وبعدين يقول والله فسدوا شبابنا، مو أنت واحد من الذين أفسدوا، أنت واحد من الذين أفسدوا. لأن أنا أمتلك علاج وما بادرت، وأنت تمتلك علاج وما بادرت، وحكومة تمتلك علاج وما بادرت، وسلطة وعالم وتاجر، والتالي ترى مو بس الحكومات مسؤولة، حتى أنت مسؤول. كل من يستطيع فهو مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهي أحد القضايا اللي تبين شلون كان الإمام يرعى الأمة في قضاياها، القضايا الكبرى المصيرية والقضايا الفردية الصغيرة شلون كان يشملها الإمام سلام الله عليه، شلون كان يعالجها. بعدنا في معنى الجواب. الإمام ترى كان من الأثرياء، رجل ثري، ثرائه كان كبيرة، مصادر دخل الإمام، مصادر الاقتصادية عند الإمام كانت متنوعة. وصنف الإمام من الأثرياء سلام الله عليه. سأحسب موارد الدخل عنده، أولا ما ورثه من بساتين ومن أموال عن والده الإمام علي بن موسى الرضا، هذا موارد، سأحسب الموارد حتى تعرف ثروة الإمام سلام الله عليه. المورد الآخر من موارده الأخماس بقسمين، حق الإمام وحق أبناء رسول الله السادة اللي ينتهي للإمام سلام الله عليه من شتى البلدان من أقاصي الأرض، يجيبون الشيعة يسلمون الإمام سلام الله عليه. أي مصدر ثاني، مصدر ثالث أموارا للوظالم، رابع النذورات، خامس الصدقات، سابع الهدايا والتحف التي تصل إلى الإمام من تجار الشيعة. هذه كلها تصب في جيب من؟ في جيب الإمام الجواد سلام الله عليه. فوق هذا كله، يعني على هذا، كان المأمون العباسي يصرف للإمام عطاء شهريا. هذا العطاء الشهري تدرش كم؟ يقول المؤرخون أكثر من مؤرخ ينص على نفس الرقم، يقول مليون درهم، مليون درهم. إذا تريد تعرف عظمة المليون درهم القيمة الشرائية لها، يقولون الدرهم في زمن الإمام الجواد كنت تستطيع أن تشتري به شاة، اشتري بالنا الدرهم الواحد، والإمام كل شهر عنده عطاء مليون درهم، ثراء ما بعده ثراء. زين، وين كان يروح هذا؟ يقولون لا يأخذ منه الإمام شيئا، وإنما يقدمه للفقراء وللموازين، ما أخذ منه شيء. حتى الحسين الوكاري يقول دخلت عليه بغداد، بغداد ذاك اليوم عاصمة الدنيا، عاصمة الدنيا كانت بغداد. تعرف كان اكو اهتمام خاص جدا عهد الرشيد وعهد المأمور وعهد المعتصم، اهتمام كبير ببغداد، وينقل عنها ما ينقل. وبغداد بعد دار الخلافه، تعرف اليوم المكان اللي تسكن فيه العائله الحاكمه، الملك الامير الحاكم، لابد هاي المنطقه تتميز افضل من غيرها من اي المناطق، موجود. زين، والإمام هو زوج من؟ زوج بنت الخليفة أم الفاضل، أم ساكنة بقصر، وإلى عقال وإلى مكانته. يقول رأيت العبيد وقوفا على رأسه والجوار يخطرن أمامه، ذاك الأثاث، ذاك الثراء، وتلك القصور،
يقول قلت والله لا يرجع إلى المدينة أبدا. هذا في قلبه يا ولد، في قلبه فزيت المجاهد. يقول قلت بعد هاي بعد ما شايف هاي النعمة التي ينفر بها الجوال بعد ما يرجع للمدينة شو يسوي بالمدينة؟ يقال النار. يقول فكأنما قرأ الإمام ما في نفسي. يقولها بالداخل ما صرحت بها. يقول قرأها الإمام طلع عليها قال لا تذهبن بك المذاهب يا حسين، إن خبزا يابسا وملحا جريشا عند قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله خير لي مما أنا فيه. لا تتصور ترى أن هذا ينسيني، ترى أحنا يقول النعمة لا تبطرنا، النعمة ما تبطرنا، غيرنا تبطر النعمة، إحنا النعمة لا تزيدنا إلا تواسنا ومعرفة بالله. فهذا الجو اللي كان يعيش الإمام من خلال جوده وكرمه فعرف بالجواد، إلى جانب ذلك كان زاهدا سلام الله عليه. سنقطع أخرى بعد وأختم بها مسألة أدلة إمامة الإمام عليه السلام. شنو أدلة إمامة؟ أدلة إمامة أيضا أكثر من دليل. الدليل الأول النص، مر علينا الحديث الذي بنانا به، نص عليه والده وفي أكثر من حديث. حديث واحد، حديث ثاني يقول كل واحد يحتاج إلى شرح، كل واحد يحتاج إلى مجلس. لقد ولد لي شبيه موسى فالق البحار وشبيه عيسى بن مريم قدست أم ولدته. لقد ولد لي المولود، يقول أقوال الرضا في الجواب. لقد ولد لي المولود الذي لم يولد في الإسلام مولود أعظم بركة منه. كل إشارات إلى عظمته وإلى شأنه، أي أولا النص. ثانيا الأفضلية، اللي شهد بأفضليته حتى من؟ حتى عدوه، حتى أعداؤه. المأمون يقول ولم أرى أحدا مثله غير أبيه. ما شفت أحد مثل الجواد إلا من؟ إلا علي بن موسى عليه أفضل الصلاة والسلام. شهادة المأمون بعد شهادة المعتصم قال وهو خير أهل الأرض جميعا. المعتصم قاتله يشهد في هذه الشهادة، يقول هو هذا الجواد خير أهل الأرض، ماكو واحد مثله. يحيى بن أكثم قاضي القضاة عالم البلاط ذاك اليوم اللي جايبين حتى يحرج الجواد، وإذا بالجواد يحرجه وإذا به يقول والله ما رأيت علما هكذا، ما شفت علما هكذا أبدا. فهذا يقول ينحدر بعلمه كأنه السيل. كل شهادات هي دليل آخر على الإمامة الأفضلية. دليل ثالث خاتم الإمامة بين كتفيه. يقول الحسين بن الجهم يقول دخلت يوما على علي بن موسى الرضا قلت له من الإمام من بعد؟ قال هذا. ثم قال لي قم وأزح اكشف قميصه عن كتفه. يوم أنت بنفسك يقول قمت لكن أخذتني هيبته، صارت إيدي ترتعش من هيبة الطفل الصغير. يقول جربت قميصه عن كتفه وإذا من خلف الكتف الأيمن قريب من الرقبة وإذا بخاتم نبت في لحمه، نابت باللحم منقوش عليه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. إلى هذا شنو سيد؟ قال هذه يد القدرة كتبته دليلا على إمامته. ولقد كان مثل هذا الخاتم في كتف أبي موسى بن جعفر رضي الله عنه.
سواء قبلهم كان إذا هم ميزوا بخاتم الإمامة جلهم رسول الله ميز بماذا صلى الله عليه وآله خاتم النبوة ويقول سلمان جئت له مختبرا أعطيته صدقة لم يقبلها أعطيته هدية قبلها يقول علامة بعد أريد عرف خاتم النبوة بين كتفيه يقول لأن يوم من الأيام سقطت منه حاجة فجاء يرفعها انحسر القميص عن كتفه وإذا بخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم مثل ما كانت علامة علما مثل ما كانت علامة لنبوة رسول الله صارت علامة لإمامة أهل البيت سلام الله عليه الدليل من الأدلة أيضا شنو المعاجز التي جرت من قبله وعلى يديه بينت أنه يتمتع بقدرات خاصة يوم الأيام أحمد بن الفرج الرخجي واحد مو من شيعته بس يمشي ويا الإمام مر على نهر دجلة عن بغداد قال يا ابن رسول الله شيعتك يزعمون أنك تعلم عدد حبات الماء في نهر دجلة صحيح لو يغالون صحيح لو يغالون قال يا رخجي أسألك سؤال قال شنو يا رسول الله يا أيستطيع الله أن يفوض ذلك إلى بعوضة يصير الله يعطي ذلك بعوضة قال لا يصير ليش ما يصير بعوضة يقول لها ترى عدد قطرات الماء في داخل نهر دجلة هاي قدر يقدر الله ما يقدر قال فأنا خير عند الله من البعوضة سنة أبي رسول الله أنا ابن علي الرضا أنا ابن فاطمة الزهراء سنة ليش ما عرفنا أنا عباد المكرمون ليش ما عرفنا سيجاوب عليه القرآن وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إلا أن أطلع على الأمور بإذن الله تعالى ترى هذا شيء مما عند الإمام الجواد سلام الله عليه وآله باب المراد صلى الله عليه وسلم سمونا باب المراد وبدلائله الغيبية استطاع أن يعلم بقرب رحيله سلام الله عليه يكتب يكتب آخر سنة من حياته يكتب إلى وكلاء ابعثوا إلي بأخماسكم ولا أراكم تبعثونها لي بعد عام هذا يعني الإمام جاي على نفسه بيان عن نفسه سلام الله عليه بالفعل كانت آخر سنة تلك السنة وهو قال قبلها أعيش بعد المأمون 30 شهرا سأبقى 30 شهر بعضهم أحصيناها ما مرت 30 شهر إلا والجواب قد ارتحل إلى الله تعالى ارتحل عن طريق شنو عن طريق السم عن طريق السم دسته له أم الفضل في يوم صائف شديد الحر وكان الإمام صائما صلوات الله وسلامه عليه أخرجت من في الدار صور على هذا باب المراد يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله سيدي إلهي بجاه باب المراد فرج عنا وعن إخواننا وعن أهلنا وعن المؤمنين يا رب العالمين أخرجت من في الدار يقولون عطش عطش الإمام سلام الله عليه أراد ماء تخلفت جارية في الدار لما سمعته يريد الماء أسرعت بكأس من الماء إلى الإمام تركض تهرول رأتها أم الفضل أسرعت إليها ضربتها على يدها أوقعت الكأس منها على الأرض أريق الماء والإمام ينظر إليه هل من مناد وإماما هل من مناد وسيدا قال فعلتها يا عدوة الله ابتلاك الله بمرض لا ينستر وبقدر لا ينجبر فكان دعاء الإمام عليها سلام الله عليه
يمينا وشمالا من حرارة السم يتغلب على بطنه وعلى ظهره. يقولون بعد مماته ظل 3 أيام بعد أن جمع له الإمام وسادة من التراب ووضع خده الأيمن عليها وصارت الشمس تظهر وجه الإمام عليه السلام سكن أنينه وجه نفسه إلى القبلة الله أكبر وفاضت روحه الطاهرة. ألا من مناد وجوادا ألا من مناد ومحمدا افتقده شيعته ما الذي نصنع؟ قالوا نكسر الباب. صاحوا معذرة إلى الله وإليك يا ابن رسول الله. كسروا الباب دخلوا إلى الدار. هاي الحجرة مو بهاي الحجرة يبحثون عن إمامهم. بالحجرة الأخرى ليس كذلك، قلوبهم متروعة بينما هم كذلك. وإذا بواحد منهم عيونه محمرة كأنها الجمر من البكاء. وقف رخرسه المصاب، لكن عند ماذا؟ عند السلم، وهو يشير بيده إلى الأعلى. اقتربوا وإذا بروائح المسك والعنبر تنبعث من أعلى الدار. رجعوا يزحفون إلى أن صعدوا. الله أكبر. وإذا بالإمام ممدد في كل جانب حتى قصر الخليفة. يقولون عطل 40 يوم لا يستقبل أحد. كل ذلك حداد على من؟ على الإمام محمد الجواد. أقول سيدي رفعت شيعت بكى عليك أصحابك رموا بعمائمهم على الأرض قبلوك سيدي وضعوا شفاههم على خديك وعلى جبينك. أسفينة تلك السفينة تلك الأخت التي لما جاءت تقبل أخاها ما وجدت خدا تقبله ولا وجدت جبينا تقبله ولا وجدت فما تقبله. ماذا صنعت؟ وضعت فمها على عظمة منحر الحسين. أيها حسينة مناظر الآن
وبك الأعظم. الأعز الأجل الأكرم يا رب العالمين، حرم أجسادنا على النار يا رب. اللهم فك كل أسيرا، ارحم كل شهيد واحفظه، وما تدين المخلصين العاملين يا رب العالمين، المؤسسون تقبل اللهم عملهم، وضاعف أجرهم إخواني الحاضرين، أخبرهم فردا فردا من أوصاني بالدعاء. اللهم اشف مرضاهم، ألبسهم ثوب الشفاء والعافية، صباحهم العافية صباح الربع وأهلهم بهم. رب اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات وسائر بلاد المسلمين، فرج عنا فرجا عاجلا قريبا إلى محل البصر وهو أسرع يا رب العالمين. الأرواح موتانا، موتاكم موتى المؤمنين والسامعين، لا سيما موتى المؤسسين. نهدي للجميع الثواب المبارك الفاتحة. تسبح الصلاة.